مسافات وإدانات واسعة للاعتداء الغاشم الذي شنه الكيان الصهيوني على مواقع لقواتنا المسلحة في ريف دمشق. الاتحادات والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية وهيئات وفعاليات وأحزاب وشخصيات وطنية وعربية ودولية أدانت الجريمة الجبانة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق سوريا. مجلس الشعب أكد أن الإرهاب الدولي المنظم الذي يقوده كيان الاحتلال الإسرائيلي يتطلب من المجتمع الدولي موقفا حازما يضع حدا لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وسيادة الدول. القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وحركة الاشتراكيين العرب وأحزاب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي والتضامن العربي الديمقراطي والشيوعي السوري الموحد والشباب الوطني للعدالة والتنمية والشعب والحزب الديمقراطي السوري وحزب الشباب الوطني السوري أكدوا أن العدوان دليل واضح ومكشوف على اشتراك الكيان الصهيوني في الحركة الكونية التي تشن ضد سوريا عبر تحالف غربي إسرائيلي خليجي تستخدم فيه عصابات التكفير والقتل كأدوات للتنفيذ. اللجنة الشعبية العربية العراقية لنصرة سوريا والمقاومة وهيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والتحالف الوطني الفلسطيني وطلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة واللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة والائتلاف القومي العربي المستقل في مصر والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد العام للطلبة العرب رأوا أن العدوان الإسرائيلي على سوريا عدوان على أمتنا كلها ويتطلب موقفا مشرفا من كل عربي حر مؤكدين أن الدفاع عن سوريا هو دفاع عن فلسطين وعن كرامة الأمة العربية والإسلامية التي يراد جرها إلى حظيرة النعاج وأن القوى الضالعة بالتآمر على سوريا شريكة بالعدوان الصهيوني وستدفع ثمن خيانتها لأمتها. الحزب السوري القومي الاجتماعي اللبناني وحركة أمل وحزب الوفاق الوطني وتيار الفجر وشيخ عقل المسلمين الموحدين في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب رأوا أن ما يجري في سوريا ناجم عما جنته أيدي العرب وفعلته أموالهم في وطن كان رأس الحربة في الدفاع عن الأمة ومقدساتها. أبناء الجالية العربية السورية وتجمع المغتربين من أجل سوريا في فرنسا والمغتربون السوريون في سلوفاكيا والطلبة السوريون في تشيكيا أكدوا أنه رغم الهجمة الكونية الشرسة التي تستهدف وطننا وما يدبر من استهداف لأمنه واستقراره لن يستطيع أحد أن ينال من قلب العروبة وقلعة الصمود والتحدي سوريا الكرامة والعزة والإباء. وفي رد عاجل على العدوان الهمجي الصهيوني دعت المكاتب الشبابية لأحزاب المعارضة الأردنية القومية واليسارية واللجنة الشعبية لدعم سوريا ونهج المقاومة في العاصمة عمان والمحافظات والتجمعات القومية والإعلامية إلى الاعتصام للتعبير عن إدانتها وشجبها ورفضها للعدوان الصهيوني الغاشم على سوريا العروبة وضد التدخل الأجنبي في الشأن السوري والعربي.